يعني خلاص رمضان على الأبواب، كل سنة وحضراتكم بألف خير. اللهم بلغنا رمضان يعني رب. ودايما لما بنقول رمضان بيكون في سباق خاص بالمسلسلات الرمضانية اللي يمكن اتعودنا خلال الفترة دي تحديدا. خلاص بقى في أعمال وطنية بقت جزء من طقوس رمضان، تحديدا من بين الأعمال دي مسلسل العائدون. المسلسل ده بيعتبر مرآة حقيقية للواقع، تحديدا في الفترة اللي حصلت من 2018 ل 2020 والتهديدات اللي تعرضت ليها الوطن العربي ككل ومصر بصفة خاصة نتيجة العائدون من داعش والتهديدات الخاصة بالإرهاب اللي تعاملت معها الدولة المصرية وقدرت ان هي تقضي عليها. بنتكلم على مسلسل للسيناريست باهر ديودار ومن إخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة ومحمود عبد المغني ويعني مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات اللي قدروا اللي هم يكونوا مرآة حقيقية للواقع وينقلوا لنا الأحداث اللي حصلت خلال الفترة دي تحديدا وإزاي تعاملت معها الدولة المصرية وقدرت اللي هي تنجح وتحقق الأمن والاستقرار في كافة يعني ربوع الوطن. تعالوا نتابع التقرير التالي. الأعمال الوطنية هيكون ليها نصيب كبير في دراما رمضان 2022. أبرز الأعمال دي هيكون مسلسل العائدون اللي هيقوم ببطولته النجم أمير كرارة ومعاه مجموعة كبيرة من النجوم زي أمينة خليل ومحمود عبد المغني. المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال. ومن وقت ما طرح برومو العمل وفي إشادات قوية من جانب الجمهور على السوشيال ميديا اللي قال إننا هنشوف عمل استثنائي فريد من نوعه هيحكي لنا عن الأوقات الصعبة اللي عاشت فيها مصر وإزاي أجهزة الأمن المعنية اتصدت ليها بكل حرفية. كمان مسلسل العائدون من الأعمال المأخوذة من ملفات المخابرات المصرية اللي بتوضح العمليات السرية للأمن المصري وتصديه للمؤامرات والمخططات الإرهابية اللي كان هدفها الإخلال بالأمن في مصر وتقسيم المنطقة العربية وانتشار التنظيمات الإرهابية الممولة من الخارج. ومؤلف العمل باهر دويدار قال إن المسلسل بيتناول إزاي كان بيأثر الإرهاب على مصر وإزاي كمان الأجهزة المصرية الوطنية واجهت الإرهاب ده، وده هيخلينا نشوف قصة درامية استثنائية بامتياز. صعب التوليفة دي تبقى موجودة كلها في نفس المسلسل وما تلاقيش المسلسل ده يكسر الدنيا. كلنا اتفرجنا على الاختيار واتفرجنا على كلبش من قبله وأكيد هنتابع العائدون.